أثناء انتظار إقامة الصلاة. هل الأفضل قراءة القرآن أم الإكثار من الدعاء، أي بين الأذان والإقامة؟ كلاهما مشروع، الدعاء وقراءة القرآن، لكن لا شك أن قراءة القرآن تكون أفضل من جميع الأذكار إلا في المواطن التي لها ذكر مخصص بها. الأوقات التي لها ذكر مخصص ومقيد بها فإن الإتيان بالذكر المخصص يكون أفضل من تلاوة القرآن، لأن تلاوة القرآن لها وقت آخر، وأما هذا الذكر المخصص بهذا الوقت فإنه يفوت، وقد يكون المفضول فاضلا في بعض الأحيان بمثل هذه المناسبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.